عندي صدر فرخه وعايزه اعمل منه حاجه عظيمه. بص هنعمل ايه، انا هاخد الاول بس كده البصله، بصله حلوه كده كبيره، مع شويه زيت على النار على ما اشتغل واوريكم انا هعمل ايه. هقول لك المقادير بس احط البصله على النار اهو، بصله جوانح كده ماشي، مع شويه زيت، وادخلها في ايه، ادبلها، ادبلها كويس تمام. اديها سنه بس ملح وفلفل عشان ما بحبش ريحتها ايه من غير الملح والفلفل تمام. ايه اللي عندنا بقى تاني؟ عندنا صدر الفرخه وعندنا عجينه، نعمل العجينه ونكمل مع بعض صدور الفراخ. صدور الفراخ دي ما فيش غير صدور الفراخ، إيه، شويه ملح وفلفل وبيضه وبهارات وبس، وسنه خل، اكتر من كده ما فيش. ازاي ده كله؟ الاول نخش على العجينه. العجينه عباره عن ايه، 3 كوبايات من الدقيق او كوبايتين او كوبايه زي ما انت عايزه، هتعملي كميه الفراخ قد ايه تمام. عندي 3 كوبايات من الدقيق، ناخد حوالي كوبايه من القرع المسلوق. شوفوا الغذاء بقى اللي بحطه، كوبايه من القرع المسلوق. عندي هنا معلقتين 3 من لبن البودره، حوالي ربع كوبايه من الزيت، معلقه سكر، رشه ملح، معلقه خميره، وبيضه. العيش اللي هعمله جوه العجينه ده مغذي مغذي، فهاخد هنا 3 كوبايات دقيق او كوبايتين او كوبايه، اعملي اللي انت عايزاه ماشي. بس انا بقول لك معيارها يبقى 3، عايزه تنصصي نصصي ماشي. ربع كوبايه زيت، رشه ملح، ورشه سكر، معلقه خميره، ومعلقتين 3 لبن بودره، مفيش مش مهم. وهحط ايه، القرع اللي هعجن بيه، قرع مسلوق ومهروس اللي حطاه دايما في الفريزر عندي، واروح حاطه بيضايه وعجنه. هقول تاني، حطينا ايه، 3 كوبايات دقيق، 3 كوبايات دقيق، ربع كوبايه من الزيت، معلقه سكر، معلقه خميره كل ده صغير، رشه ملح، كوبايه من القرع المسلوق المهروس، وبيضه، وحوالي ربع كوبايه من الزيت، ولبن البودره حطيت معلقه 2 3، ما احطش مش مهم مش اساسي. واعجن العجينه، لو عايز شويه ميه بديها. اتعجنت بالقرع خلاص، هي هتعوز مني شويه ميه لان انا عندي بيضه وعندي زيت وعندي القرع، فممكن يبقى كفايه قوي مواد سائله يعني. تمام كده، ادي العجينه هعجنها واسيبها ايه، واسيبها تخمر. هناخد بقى صدر الفرخه عشان نتبله، وايه، هسيب ده بقى يخمر، احط عليه، اغطيه وبكيس بلاستيك كده ولا حاجه واسيبه يخمر. تمام تمام، لونها فظيع بالقرع، وطبعا القرع مالوش اي ريحه ولا اي حاجه خالص، ولكن هو بيديني قيمه غذائيه، وكمان بيخلي العجينه بتاعتي حلوه، حلاوه بقى غير طبيعيه اهي، حلوه قوي قوي كده. المها اهو تمام. هنعمل فيه ايه بقى، بصلايه وتعالى ملح وفلفل ومعلقه زيت دبلتها خالص. نيجي بقى لصدر الفرخه اللي عندي، عايزه طاسه احطها على النار مع شويه زيت، يعني قولي كده نص كوبايه مثلا زيت، كاني هحمر بانيه بالظبط. هاخد صدر الفرخه بتاعي اقطعه نصين كده، او لو انا عندي بقى بانيه يعني خلاص هستعمله تمام اهو. واقطعه صوابع كده. هناخد بقى ده، دول كده نحطهم في بوله، احط عليهم شويه خل، احط عليهم شويه ملح وفلفل. نعم خلاص، انا هحط عليهم شويه بس ملح وفلفل ها، وشويه بهارات، واقلبهم واسيبهم منقوعين شويه. هحط عليها بيضه، بيضه واحده، صدر الفرخه واحد، شوفوا الهنا اللي احنا فيه بقى. وهنا معايا شويه بصل،
هروح واخده ده كده اهو، وهروح قاليه الايه صدور الفراخ دي اللي بالبيض بس، اللي بالبيض ايه بس. هاخد هنا بقى العجينه بعد كده اقسمها كده، ادي كده العجين بتاعي، وهنا خلاص الفراخ استوت. خليت معلقتين الخل دول مهمين جدا على فكره، بيدي ريحه حلوه قوي للفراخ. صدر فرخه واحد اهو بالشكل ده، تمام. احط بقى شويه من البصل، على فكره لو مش عايزه بصل بلاش، بس انا بحب دايما اقوي الاكله بالبصل. واروح ايه قافل عليها كده، شكل كده. هاخد دول بقى كده واروح ايه، بسم الله الرحمن الرحيم،